دمري دمري من منت يا حبيبتي هتعمل لنا النهاردة حاجة بقى ما تقليش يختلف عليها اتنين ولا ايه يا منى؟ صح انا معاكي، هو الجمبري ما حدش بيختلف عليه اساسا، مش كده؟ الباتر فلاي ده ما حدش بيختلف عليه خالص، مش كده خالص؟ الباتر فلاي ما حدش بيشتغل عليه. احنا النهارده هنعمله بطريقه تيست كده حلو قوي وسهل جدا جدا، عشان نقول بس للناس اللي بيخرجوا في المطاعم بره ويدفعوا كتير فيه، لا احنا ممكن نعمله سهل جدا بره. هنعمل اول حاجه، هنقول اول ما قدرنا احنا عندنا جمبري جايبين جامبو، ما عندناش الجامبو هنجيب يا جماعه الوسط. تمام، بس جمبري طازه ما ينفعش المجمد، لا لا طبعا، ولازم يقشره ويتفتح كده زي السنجاري. تمام، عشان هو كده بيقولوا عليه فرايه، عشان زي الفراش. التتبيل بتاعه ايه؟ تتبيلته الاساسيه عندنا توم مفروم، عندنا ليمون، عندنا بابريكا وفلفل وملح، وعندنا مستردة، وعندنا طبعا زيت. ده الاساسي بتاعه، ده التتبيل. الباتر نفسه بقى هنعمله ازاي؟ بيبقى زبده وزبده كده، يعني زبده حلوه عشان يبقى شويه. تمام، طبعا مش مانع ان احنا نحط نقطه زيت عشان ما نحرقش الزبده. وبرده عندنا توم، والحلو بقى الليمون تاني، وعصير البرتقال وبشر الليمون، وعايزين نحط كرفس بنحط، وعندنا الشبت. هنعمل بقى حاجه تانيه، دي الرز بقى هعمله لكم، هقول عليه وانا اول حاجه هنتبل. طبعا ناخد ده هنا ونجيب المستردة بتاعتنا، معلقة مستردة واحدة، شوية ليمون، عصير ليمون، شوية عصير برتقال، شوية ثوم. أيوة شوية ثوم طبعا، ده أساسي الثوم، بس أنا عشان مش عايزة أساسي. أيوة أنا هعمل بحرف المعلقة من هنا عشان ما تاكلش الدنيا. وبهاراتنا الحلوة بقى، شوية بابريكا عظيم، شوية ملح، وشوية فلفل، وبس. وهنحط نقطة زيت صغيرة وهنتبل على طول الحاجة بتاعتنا بالفرشة بتاعتنا بإيدينا، يعني زي ما ربنا أيوة زي ما تيجي، احنا ما عندناش حاجة بتعطل خالص، ما نعطلش. هي أصلا التتبيلة دي كافية جدا جدا إن هي تخلينا الموضوع حلو قوي. فرشتنا الحلوه الاول نحط بس على الشوايه بتاعتنا. على فكره عايزين تعملوه في الصينيه في الفرن، مش هقول لنا لا خالص، حطيتي زيت على الشوايه عشان ما يلزقش مني. اوكي معلش لا اعمى ولو كان بصير، انا قلت استعمل فرشه بس غريب، اعمى ولو كان بصير. ادي التتبيله وهنعمل كده. الزيت على الشوايه ادى اوريدي ريحه شبه الريحه بتاعه شوي البوري من غير اي حاجه، يا بس الزيت على الشوايه عمل لك جو في البيت كده. هو الشوايه اصلا دي بتبقى فضيحه، احنا الناس بتعرف ان احنا بنشوي في البيت. اتبله كده من جوه بس، مش هنعمل اكتر من كده، بس كده. انا بخلي دول بقى عشان انا بحب اصلا، انا بس ايه ينشف الزيت شويه، لو عندنا طبعا الرشاشه هنبقى على طول البخاخ بتاعه الزيت هيبقى احسن بكتير. ونشم بقى الريحه بقى يا جماعه، نشم بقى. انا بعدت عشان الروايح. الروايح تحطي على وشه، على وشه. في ناس بتقول لك على ظهره، بس انا لا ما بقتنعش بصراحه. كنت لسه اقول لك الجمبريايه بقى بتحطيش من ورا كمان التتبيله؟ انا ليه بقى بخلي بقى دول زي الشوي بالظبط، لما بتشوي بفضل الخلطه بتاعتي موجوده بالفرشه، ولما بقلب يمين وشمال بروح ضايفه عليها مديه بقى الصوص بقى كده. طبعا مين اللي هياخد باله بقى؟ انا هحاول. ماشي طيب حاولي. لا انا بس الشوي والروايح بس. اوكي لا عشان يعمل ايه انت؟ طب عايزاني اعمل ايه؟ احط لا خلاص خليه لسه شويه، تعالي نبدا بقى هنا نعمل. انا هعمل لك طبعا الاول الجمبري، اللي لطفته ان هو بيستوي بسرعه قوي قوي. طبعا لطيف، ما بيقعدش اصلا الجمبري، ما بيقعدش ابن حلال. الزبده بتاعتنا. طب بصي عشان ياسمين والروايح عايز قولوا لي اعمل ايه وانا اعمل. انت النهارده عارفه تدينا بس ايه خبرتك في المطبخ؟ ايوه وتدوقي علشان انت عارفه انت رايك بيهمني. انا مش عارفه اتعب. شايفه بتتريق على والله العظيم ابدا. لا انا اخر مره قلت ايه؟ قلت انت بتخبي حاجات كده لنفسك بتبقى عارفاها وما بتقوليش. الريحه يا جماعه عالميه.
يعني ممكن تعزموا ناس على الريحة بقى. هناخد شوية ثوم. حطينا الزبدة والزيت ونقطة الزيت وشوية ثوم. اه الثوم طبعا، الثوم يعني ها اوكي، مجرد بس ما ايه عشان يديها ريحة، عشان الريحة بتاعته هو ما اتحرقش ولا حاجة، هو جميل اهو. هننزل بشوية دقيق، معلقة دقيق عشان نجلس، عشان نجلس. ايوه اوكي. وده مش خلاص، انا بقيت عارفة يا معلقة نشا يا معلقة دقيق مع اي صوص عشان تمسك في بعضها بالظبط، يكون لها قوام بالظبط. خلاص كده نحط بقى ايه يا جماعة، نحط نخفف بقى لما الايه بيتقل معانا كده. اوكي، انا حاسه ان هو لسه خفيف شويه، ممكن نحط شويه دقيق كمان. انا حاطه معلقه دقيق بس، ممكن تحطي معلقه ونص. احنا في ايدينا ان احنا نتقله عشان عندنا ثلاث حاجات نخففه براحتنا. عندنا ثلاث حاجات هيتحطوا، عندنا الليمون وعندنا البرتقال وعندنا الكريمة اللباني اللي لسه اقول لكم عليها. اوكي تمام. عايزه تقلبي جمبري او حاجه؟ هشوفه دلوقتي. ياسمينة عايزه اساعدك. لا تقلبي بقى عشان انتي عشان تبعدي عن ال او نقلب بقى يا ابن الحلال. نقلب بقى، انا هنا برضو اهو في الظهر علشان انا واحده من الناس الجمبري بالنسبه لي كله مش مهم. عارفين ايه الاهم حاجه في الجمبري؟ ايه بقى؟ الراس، مصمصه الراس. ناس كتير بتحب مصمصه الراس. ناس كتير تخصص مصمصه ده اجمل الراس. احساس. والجمبري الكبير ده بقى فيه يا جماعه البطارخ بتاعته. بطارخ ايوه اللي هي بيبقى لونها برتقاني، بحبها برضه. انت عايز توصلي هنا لايه يا ماما؟ حطي بقى يا روحي اقول لك نحط ايه. حطي بقى شويه برتقان صغيرين، كمان شويه، وشويه ليمون. والله ياسمين وحياه ربنا انا من غيرك ما هعرف اعمل حاجه. حبيبه قلبي الليمون ده يعني ايه، دقيقه دقيقتين بالكتير. مش الليمون كله صح؟ لا لا مش كل الليمون كله، انا خلاص خلصت اهو. والليمون زيت كمان القش طبعا اكيد بتحطه في الاخر اهي. طبعا عارفه لو ما عندنا سلق الجمبري الميه بتاعته الشوربه بتاعته طبعا فاهمه. نحط بقى الليمون كله عشان هي تقلت مننا. ما انا مش راضيه بس عشان حطي بقى كل. خلاص كده اوكي، ونحط بقى الكريمه اللباني بتاعتنا، ونحط بشر الليمون كرفس، ونحط الكرفس. شفتي لولو الشربة بيبقى تحفة فيها. انا بس هي تقلت مني، ممكن احط شوية مية صغيرين. اوكي كل حاجة ليها حل. لا طبعا طبعا على فكرة طبعًا. كل ما هي لما بتتقل ضمنتي صوص كتير، واهم حاجة يبقى فيها صوص كتير. هو احلى حاجة فيها. هاتي عامل لي طيب المضرب خايف على الجمبري. حب الحياة بتاع منى المضرب. ايوه طبعا هو اسهل حاجة، هو اسهل حاجة. بصي بقى اهو هنتقل، معلش مش مشكله، احنا حاطين كل حاجتنا، حاطين كل حاجه فما نقلقش، لان احنا مدينها يعني الكريمه ومدينها الليمون، مفيش حاجه عندنا هتروح. هشيله ما تخافيش، هو خايف على الجمبري. انا عارفه. نشيل الجمبري، ناخد هنا الجمبري. الكرفس احطه ولا لسه يا ماما؟ نعم يا روحي. حطيت الكرفس خلاص. حطيت الكرفس، هي كده خلاص بقى. ايوه لا لا الشبت ده ما يتحطش. الشبت بيتحط في الاخر خالص. هو ده ما كناش هنحطه في حاجه البصل؟ لا ده انساكي برضو يعني عملك جمبري مش عملك رز مثلا. ايوه بقى شكرا يا جماعه، مش ممكن فعلا اكله ما بتاخدش ثواني نهائي. مفيش حاجه بصي يا لولو، حبيت المطبخ والله ما هتحتاجي اصلا ان انت تقولي لحد اعمل، هتخش كده لوحدك. انا بيجي لي وقت يا جماعه بالليل ساعات لو بتفرج على تلفزيون ولا حاجه، هتلاقوني لقيت حاجه عجبتني بقوم اطبخها بالليل. طب ربنا يديك الصحة منى. دي يا منى تمام تمام كده، اطفي عليها تمام كده، ارفعها من على النار تمام. انا بقى هنزل لكم عليها بالصوص. وننزل بقى بالصوص بتاعنا. طبعا انا كده حطيت، وممكن برضه تخففه بقى لو عايزين تخففه. ماما ميا هسه اهو كده. اللي عايز صوص اكتر بقى كده، اللي عايز بقى صوص يكتر يحط على الرز بقى. اللي عايز صوص يحط على الرز. ايوه اتبع ياسمين الرز بسرعه علشان ما نتاخرش ونعمله لكم بسرعه. حط شويه زيت، انا عامله لك رز مسلوق ودي طريقه المطاعم.
طبعا. دي طريقه المطاعم. مطاعم بيعملوا رز مسلوق ما بتلاقوش الا الوحيد بس اللي هو الرز بتاع الصياديه بتاعنا الاحمر. او هنحط شويه بصل صغيرين بقى. مش كتير مثلك انا عامله لكم الرز. ايوه. وشويه ثوم. احنا معانا وقت يا فادي نستنى الرز الجديد ولا ناكل من القديم؟ خلاص كده بس مجرد ان هم يدونا ريحه. وادي الفلفل بتاعنا. انا بحاول الاقي طبق. لا احنا بصي احنا ما حطيناش ايه احط لي فيها بقيه الصوص. نسينا نحط يا جماعه. يا جماعه شبت. الشبت. لا حضرتك انا عارفه انك مستنيك لما تخلص مش هتحطيه غير جرنش يعني في هو ممكن لا تحطي كمان في الصوص بيدي طعم تيست حلو قوي. من سالتها. لا فريش احلى. بصي الريحه اختلفت ازاي لما الشبت جه. طبعا طبعا. اوكي منى حطت بصل وفلفل ملون. بصل وثوم. بصل وثوم وفلفل ملون. وهنحط البابريكا بتاعتنا. اوكي. هنحط الملح بتاعنا. اوكي. والفلفل الاسود. حاضر. ونقلب بقى ده كده. شويه شبت تاني. حطي لسه تصوري والله يا ابني كتر من عمري. الشبت دي تحفه. بس بيغير لون الرز سنه. لا بس لا بيدي تيست حلو قوي. تحفه. فليفر غير طبيعي. انا بس بقول عشان الناس ما تتخضش بيغير لون الرز سنه. شمع. تحفه. ونحط بقى شويه الرز بتاعنا اللي احنا سلقينهم. ده رز يا جماعه اللي هو مش طويل الحبه ولا قصير الحبه يعني ومسلوق. انا سلقاه وسايبه فيه شويه ميه صغيرين علشان لما نبدا نقلبه كده يبقى الدنيا ايه سهله. ممكن ما نحطوش كله ولا احط كله يا ياسمين عشان انت هتزعلي قوي. لا انا رايي تحطي كله عشان في ناس بتنهار يعني. يعني بصي في ناس كتير ناويه تدوق معانا فيعني حطي الرز كله. يلا حطي. هنجيب بقى الطبق. طلعت لك واحد برضه لو عايز. انا ممكن بقى اشيل كل الحاجات دي بسرعه كده. ريحه الرز ما بتهزرش. دي مش حاجه بتهزر. دي واصله لي لحد هنا تصوري. توصل لي الكاميرا. دي في بعض الشبت اليه. لا حطي قليل عشان ما يمررش. لا مش هيمرر. مش هيمرر. كده كويس. سلام. خلصنا. خلصنا. هي دي وصفه سهله. دي وصفه هايلي. يعني ياخد حاجه بقى عشان ايه نغرفه. خلصي يا لولو. بحاول بس اخليه كله لون واحد عارفه بقى لان ممكن بقى لو عايزين نخليه مثلا اصفر يبقى كركم. بس انا حابه كنت ابين. لا هو حلو قوي. اصفر كركم. كنت يا ياسمين بتلسع كتير. والرز الاخضر شبت بس بيبقى لازم يتنقع بقى مع الميه وبتاع فبيبقى واخد اللون الاخضر ده. النهارده يوم كان نفسي بقى اعمل لكم الاكل بقى الاسكندراني. يعني انا مامتي الله يرحمها اسكندرانيه. الله يرحمها. فايه كل الاسماك بقى ما تتخيلوا. انت عارفه السواحليه بقى. الله السواحليه. احنا عندنا اكله كده احنا اساسي طبعا جنب الـ 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 السمك. بتنجان مسقع طبعا. بتنجان مسقع. في بقى يوم مثلا عاملين بتنجان مسقع اللي هو بتنجان مقلي وعليه خل وثوم وليمون. بالخل والثوم المسقع اللي بناكله ساقع ده. ده صحاب اسكندرانيه على طول بيحطوا ده كده كده جنب كل انواع الاكل حتى لو رز وملوخيه. الطبق ده ثابت كانه مخلل. ده اساسي. هنبدا ولا ايه؟ عايزه نحط شويه صوص بقى ولا انا بقى هاخد انا هحط لك شويه صوص. صورت يا فادي ولا ايه؟ صور يا فادي عشان ناكل. تمام صورت؟ طيب. احمدك يا رب. يا لولاتي انا هحط اصلي هنا على جنب برضو عشان ندوق كله مع بعضه. يس. انت عارفه انا ايه؟ يس. وادي الصوص. ايوه انا هحط على صوص زياده. بس كده. عندنا بقى لما بنعمل السمك البولتي. اي سمك مقلي اللي هو الصغير مش السمك البوري ولا الكلام ده. قليناه وخلاص واكلنا النهارده. طب احنا ملناش مزاج ناكل السمك بقى بارد. بنعمل حاجه كده اسمها كفته سمك. اسمها شتيتا كده. شتيتا. عارفه التومه مع الزيت وبعدين الصلصه زي المكرونه. ومقطعين معاها فلفل مقلي او بنقليه مع ال ونروح حاطين عليه الصوص خلاص ونروح مغطسين السمك جواه. لو حد بيسالك قول لهم ان انا اللي معلماك البتاع ده. اوكي. حلوه قوي 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 قوي. تسلم ايديك. لا انا عايزه هدوق هدوق. لا انا يعني هو انا هقعد بالشوكه. اهي انا اتصرفت. انا اكلكم برضه يعني انا هدلعكم بس كده. بس تحفه تحفه تحفه. تسلم ايديك. الرز يجنن والصوص يجنن. انا لسه هدوق الجمبري اهو. اهو يا روحي الجمبري اهو. يلا.
طب ميرسي جدا يا منى وميرسي ليكم مطبخ عبور لانج نورتونا في والحلقه خلصت هنشوفكم بكره ان شاء الله.